مو عبد الرحمن حامد ما بتعرفه؟ كلها لخبطة والله الذي لا إله غيره. واحد اتصل به مسجلة، اتصل به اسمه حسين وقد يكون موجود هسه أنا ما بعرف شكله قاعد. هاي انت ذلك ما رسلت المقطع عليه ودنا انا كاشفكم كلكم. بعدين شنو؟ هذول اتصل به قال له يا شيخ عبد الرحمن، قال له مزمل ده بنجيبهم في مدني، اها ورايك شنو؟ او النادي عندنا حلقه بنجيبهم. قال له اخذه بتكلم يتكلم في اسماعيل عثمان، وده الناس موحدين، اخوه موحد ما كان يناصحه يمشي يناصحه. شيخ عندنا انا الان مقيم في مدني أو ماسك مسجد هنا. وعندنا حلقة يعني في السوق شغالة كل أربعاء حلقة. نتكلم فيها منو؟ الحلقة بيجيبوا فيها يا هم بيجيبوا فيها ناس مزمل وشهاب والجماعة ديل. فكيف الناس ديل بنجيبهم ولا نوقفهم من الحلقة دي ولا لا؟ والله وحلقة انتوا عاملين اصلا هاي الحلقة حقنا نحنا يعني كل اربعة ثابتة اساسا. ثابتة الحلقة كل اربعة اساسا حقها نحنا يعني نحنا لا يعملوا فيها اشكالات ويعملوا فيها مشاكل ويطعنوا فيها عن الدعاس وكذا. الامر هاي يعني بيجوا يتكلموا طبعا يعني في الصوفية وكذا ولم يضربوا الصوفية بيتكلموا في مثلا نصارى السنة يقول لك سمع عثمان كرم ال مع المرشد الطريقة السمانية وغيرها. ايش المصلحة من الكلام؟ والله يقولوا طبعا المصلحة يعني انه الناس شنو تبقى مسلم يبقى مسلم عادي على الكتاب والسنة زي ما نحن الان موجودين على انت لكن الموحدين دي ما عندهم حرمة تطعن فيهم كيف؟ ايوه انت لو غلط ما تناصح المس يناصحهم وزول يقول باطل في الملا يناصحوا براو ولا يبينوها في الملا ولو ناصحوا براو وما بينه وما تراجع يعمل شنو؟ الزنادي ده هنا دي وطرد تغضب انا ناصحته والنازل لقيته في الحرم المكي هناك زنادي فوق في الطابق الفوق قال لي انا عارف انصار السنه في نص النقاش قال لي عارف لما مات الترابي صح مشوا عزوه قال لي ترابي وش تعرف الجماعه دي تلخبطت وتلغوست ترابي اخ مات اللي بيمشي عذاب القبر اللي بيقول ما في علامه الساعه صغرى ولا كبرى اللي بيقول الناس اللي بيجدعوا في الحجار في الحج بيجدعوا يقول لك دارين يدعوا شيطان في شيطان هناك قال يا جماعه والووك استهتار بالدين الزول ده الترابي جاء واحد اسمه ياسر من انصار سنه ممثل الجماعه في المشي هذيك قال شخصيه الترابي شخصيه اسلاميه لا تتكرر لا تتكرر دي الجماعه دي ياسر محمد من جماعه انصار السنه متحدثا في عزاء الدكتور الترابي. الحمد لله القائل في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونص من الاموال والانفس والثمرات. هذا القائد الفذ واقولها قائدا فذا ومميزا وظاهره فريده احسبها لا تتكرر كثيرا. اقول له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الإعلان بدين الله سبحانه وتعالى على منابر لم يعتاد الناس أن يذكروا اسم الله عليها. الله أكبر الله أكبر. أخذ الله سبحانه وتعالى الدكتور في هذا الظرف الحرج ليرى الله سبحانه وتعالى أي تحمل الناس بعد ذلك المسؤولية أم لا. شفت الكلام ده كيف؟ هذا ناس مجارمة يا شيخ، ناس مبتدعة، الناس اللي بيأصلوا الأشياء دي والدكاترة دي تحديدا والله مبتدعة. والله يا أخوان مسلمين شاءوا أم أبوا أخوان مسلمين الناس دي عرفت كلامي؟ والمنهج اللي بيأصلوا للمجتمع ولشباب الدعوة والله ما هو إلا منهج سيد قطب تبا له حيث ما وجد. وانت راجع أكثر من كذا شنو؟ تعامل مع أنصار المهدي، ثناء على الصادق المهدي، ثناء على أنصار المهدي.
صادق مهدي قال آيات المواريث دي ينبغي يجب أن تراجع، قال تراجع عدل، قال للذكر مثل حظ الأنثيين تراجع، قال الله براجع لكلامه والله الذي لا إله غيره. ديل ما شو أثنى عليهم إسماعيل عثمان.